أصف التي وأقول ما أصف، هي تاج رأسي تاج رأسي فوق 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 ما أصف. أصف التي وأقول ما أصف، هي تاج رأسي تاج رأسي فوق 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 ما أصف. أحببتها وأحبها ولها أروي حكاياتي. أحببتها وأحبها ولها أروي حكاياتي. أحببتها وأحبها ولها أروي حكاياتي. أحببتها وأحبها ولها أروي حكاياتي، أروي حكاياتي وأعترف. مرحبا كل السادة مستمعين راديو مساكن افام، وان شاء الله بالتوفيق ومزيد من التألق لهذا المكسب اللي موجود عندنا راديو مساكن بالساحل، وحنا فرحانين بالراديو هذا وان شاء الله ديما متفوق ومتميز. كنت شاركت في مهرجان الأغنية المغربية في تارودانت. تارودانت هي مدينة جات في الجنوب بحذا أكادير، وكانت مشاركتي ضمن مجموعات من إسبانيا، من عديد البلدان، من المغرب، من بلدان أوروبية، وكانت تجربة حلوة وفريدة من نوعها. دونك عملنا حتى يعني مشاركة مع أخوانا إسبانيور، وغنينا أغاني تونسية معهم بالهنك إسبانيوري معناتها، وإحنا مكتعرف دونك فنان الكبير الهاد جويني معناتها عنده العديد من الأغاني المتميزة في الجو هذايا. دونك كانت تجربة حلوة برشا ونالت استحسان. هذا فيما يخص المغرب. شكون رفقك في المغرب؟ رافقني صديقي وصديق الدرب خويا أنيس الغربي، واللي نتمنى له الشفاء العاجل. اليوم هو عمل الحادث وإن شاء الله يقوم لنا بسلامة على سلامته. وكان معنا ياسين بن ميلود مصاحبني بعازف الكمانجا، وبطبيعة كانت فما عازفين أخرين من إسبانيا ومن المغرب ومن بلدان أخرى أوروبية. زيارة المغرب هي قاعدة جمعة، دونك تنقلت من المغرب ومشينا كازابلانكا ومشينا الفاس ومشينا الرباط، وكانت جولة متميزة والحمد لله. يعني المغرب وفي فصل الربيع وفي إطار مهرجان غنائي ظهر لي معناتها مخيرش معناتها أعز رحلة تنجم تقول يتمنى الإنسان في الوقت هذاك، فهمت؟ الحمد لله. وحقيقة أنا تفاجأت بالحق، تفاجأت. أنا كنت زرت المغرب قبل، لكن زيارتي للمرة هذه كانت مختلفة على اللي سبقتها. دونك بالحق اليوم كي نشوف المغرب يعني راهي قدمت أشواط وأشواط وأشواط في الحقل الثقافي. دونك إن شاء الله العقبة اللي نحن إن شاء الله كيف ننهضوا بثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا وفننا وتونسنا الحبيبة، راهو حتى شيء ما ينجم يرتقي بالشعوب، راهو كل فن وكان ثقافة. نجيو طول زيارتك لفرنسا، ففي أي إطار مشيت لفرنسا وأنت مشكون؟ زيارتي لفرنسا كانت مع مجموعة زيارة، كما تعرف أنا برمي لي سوليست متاع زيارة. دونك كانت عندنا حفلة متميزة بالحق، نقول متميزة، في تياتر جيمناز في باريس، وهذا التياتر هذا من أعرق
المسارح بفرنسا، وهذا راهو معناتها مسرح ريفيرونس اليوم كي نقولوا احنا رانا يعني غنينا في تياتر الجيمناز، نقولوا حقيقة راهو شرف لنا احنا كفنانين توانسة. وعرض الزيارة حقق نجاح كبير 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 جدا برغم العراقيل اللي كانت تجري ورانا، والحمد لله اثبتنا جدارتنا مش كما قالوا، معناتها انه العرض هذا راهو يزم مقاومته. وفي تونس عرض الزيارة أول ما تعمل في أوت 2013 على ركح كارتاج، ثم كانت لنا مسافحة مع جمهور سوسة، مع سوسة الدولي، وكان عندنا زادة كيف بالمسرح البلدي بتونس، مسرح البلدي لنا بسوسة، دونك كانت عندنا العديد من العروض وإقبال جماهيري، ونعمله الحمد لله، ونعرض الزيارة معناتها يبدأ موجود الحمد لله، نعمله كومبلي، وهذا بفضل المجهودات اللي قام بها جميع الفريق والموسيقيين لعرض الزيارة، وعلى رأسهم الأستاذ سامي اللجمي، نوجه له تحية. دونك فوالا معناتها الحمد لله، ونمشي ونعملوا كومبلي فوالا. يبدا كيما يقولوا فيها جواد رابح، ديما تقعد الناس ترهن عليه، معناتها باش توصل العرض هذا ان شاء الله المهرجانات الصيفيه ان شاء الله. بالطبيعه هو مش يتواصل العرض هذا، دونك ديجا احنا راجعين ان شاء الله لاوروبا باش نعملوا تورني كامل، فما شكون وجهنا الدعوه. ان شاء الله بعد الصيف ان شاء الله باش يكون لبرا. طيب الشهر الكريم ان شاء الله على الابواب، فما عده مهرجانات كما مهرجان المدينه وكذلك المهرجانات الصيفيه والحفلات العامه والخاصه. حيدر امير وينه من المواعيد هذه كل؟ والله انا تو حاليا بصدد انجاز مشروع عمل موسيقي صاحبه صديقي انيس الغربي، دونك العمل هذا راهو كما تعرف انا في جو رمضانيات والخصوصيه نتاع رمضان، دونك باش يكون عمل فني بحت، فيه تربيات، فيه روحانيات، وان شاء الله ان شاء الله يرى النور قريبا ان شاء الله. وانت جاتك الخاصه في الاغاني وفي فماش حاجه جديده في الافق؟ انا ستوتي نعرفك في انتاجاتك تتروى برشا، وقبل ما تخوض اي عمل معناتها تتحرى برشا باش تخرج حاجه تكون راضي عليها، ما عادش مازلت بنفس المبادئ هذه ولا تركب الموجه كالناس كله؟ انا مش من النوع اللي يركب الموجه، دونك حتى كي نركب الموجه راهو عندها تقنيات التعامل معها زاد كيف مش اي موجه واحد ينجم يركب عليها، دونك نحكيو على عمل فني راهو فما واحد يواكب الموجه يعني بطريقه باسلوب يعرف ينتقي فيه الكلمة متاعه، ويعرف ينتقي فيه اللحن متاعه، ويكون بطبيعة متماشي مع العصر. احنا مش ضد هذا، اما احنا راني انا بيرسونيل مون ضد الرداء او استعمال الكلمات اللي هي حقيقة معناتها ما عندها حتى علاقة بالفن، ولا تمس الفنان، تمس بالذوق العام. الفن راهو كي سلاح، فهمت؟ كيما ينجم يفيد المجتمع، كيما ينجم يضر به. دونك انا الفنان لازم يكون عنده مسؤولية اتجاه نفسه ساعة قبل كل شيء، واتجاه الجمهور، دونك لازم واحد يحترم نفسه. وكاو نجيب تو لزميلك وصديقك وصديق الكل هو الفنان انيس الغربي، اللي عمل حدث مرور بمناسبه راديو مساكن يتمنى له الشفاء العاجل. لكن حيدر طمنا على صحة خونا انيس وتحكي لنا صورة الحدث كيف صارت. اول حاجة نتوجه لصديقي، هو أكثر من خويا الملحن والفنان انيس الغربي، إلى مدة نهارين صار له حادث مفاجئ، دونك دخلت فيه درجة نارية، دونك تضرب في ساقيه الزوز. نتمنى له الشفاء العاجل، هو اليوم يعمل عملية على ساقيه، وإن شاء الله نقول له رانا احنا اللي كنا معاك، ورانا نحبوك، وراك انيسة عزيزة علينا، وراهو صحابه الكل بالحق. انيس الغربي راهو اللي بيان انتوغي، وصحابه الفنانين الكل اللي يحبوه، لخاطر هو فنان حقيقة، أخلاق وتربية وفن زادة كيف، وتعرف الباقي الناس كل تحبه، دونك الناس كل توجد عليه، ونقولوا له راهو احنا معاك، وإن شاء الله تقوم لنا لباس ونواصلوا المشوار الفني متاعنا مع بعضنا إن شاء الله. برشا كلام ونقد من خلال تصريح ما عادش كان سمعتوش ولا تبعتوش لسمير العقربي، اللي قال العرض هذايا فيه برشا فوضى ويلزم مقاومته.
عرفش شنو تنجم ترد انت يعني. هو رد تمت الإجابة عليه. الرد هذا ياسم العكربي هو أنه الرد هذا كان في فرنسا في باريس وفي كارتاج وفي سوسة الدولي. والتصريحات هذه أنا بصراحة معناتها ديسو نورمالمون ما تصدرش من سمير العقربي كانوا خلى روحه كبير. وإحنا هو كان قال العرض هذا معناتها عبارة على بناء فوضوي وقلوا له معناتها أنت راك مكش معناتها يعني مسؤول مباشر على 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 الثقافه في تونس باش نجمو ناخذو من عندك معناتها اوتوريزاسيون باش احنا نجمو نخدمو عرض زياره. دونك عرض زياره بشهاده الجميع. وحتى معناتها الاستاذ سامي النجمي معناتها اختصاص والراجل شارشور في الـ في الـ في الموسيقى. دونك نقولوا له كان ربي يهديك ونورمالمون احنا ارفع من المستوى هذا. نورمالمون الكلام هذا ما يتقالش ما يصدرش على فنان كيما في قيمة سمير. وفوالا لو كان جا هو بناء فوضوي كما قال راه ما ينجحش عرض الزيارة في باريس. واليوم فما العديد من العروض اليوم حتى خارج أرض الوطن وإن شاء الله مشي دور العالم عرض الزيارة. آخر كلمة تقولها المحبيك في سوسة وفي راديو مساكن اللي يسمعوا فيك. نحب نقول لهم أنا راني أحترم نفسي ونحترم الجمهور اللي يحبني وإن شاء الله ما نخذلكمش. إن شاء الله ديما نكون في المستوى اللي أنتم تحبوه وأنا نحبه زادة. دونك نقول للفنان الفنان راهو يزم يكون عنده مبادئ ويزم يحترم روحه ويحترم جمهوره. وأنا من نوع اللي نحترم جمهوري ونحب جمهوري بالحق نحبه. راهو حتى كي نغني له يبداوش حتى 10 من الناس قدامي معناتها يبداو يسمعوا فيا ويبداو شايخين معايا يبدا عندي معناتها جرون بليزير إلا ما تتخيلوش. دونك نقول لهم ديما استنوني في أعمال جيدة وإن شاء الله نكون عند حسن الظن بتاعكم. شكرا. كون قريبا مني أكثر كون حبيبا كون البحر حياتي سكر كون لحظة حب البشر بعد الغيب كون غيمة لياكم كون قريبا مني أكثر كون حبيبا كون لحظة حب البشر بعد الغيبة كوني غيبة عليا تمتم نحبك مثل عيوني واكثر نحبك مثل عيوني واكثر نحبك مثل عيوني واكثر نحبك مثل عيوني واكثر